السلام عليكم شلونك شباب شو اخباركم ياكم مصطفى واليوم وياي صديقي محمد صلاح. هلا شباب شلونكم؟ اهلا. طبعا اليوم جبنا لكم تحدي كاشف الكذب. هذا جهاز اسئله اسئله ومحمد هم يسالني اسئله بس اللي يكذب راح يتكهرب، عرفت شلون؟ فانا محضر له اسئله وهو محضر بس ما حد يعرف شنو الاسئله فيلا من يب؟ يلا خلينا ها بي شو اسمه؟ اربع قوات على قوه نخلي الرابعه يلا هو الرابعه هو يعني تلته كلش قويه كل الرابعه هي اقوى شيء هي الرابعه. اول سؤال هل بيوم من الايام بلت على روحك؟ اكيد بايل على روحي اكيد بلت انت صغير بعد شو؟ لا مو صغير كبير ابتدائي بالمتوسطه اتذكر ولا حقت على روحي متوسطه كبير يعني ترى اي صار ثاني اول ما ثاني أول. متوسط اي بالاول اي واخر مره يعني ثاني اخر مره اي بعد تعلمت شلون ابوك تعلم يلا خلينا نشوف اخر مره ثاني متوسط خلينا نشوف يلا بعدها ما مسويها زين انا قمزت ليش؟ انا ليش قمزت؟ يا بعيدي قوية كلش قوية اي طبعا على رابع قوة رابع قوة تم خليها على الرابع خليها على اثنين يا حبي احسن كذاب بعدها لحد الان بعد في اسم اقول على نفسي انت شنو شوف ايدي ايش صار فيها شنو صارت خمرة يلا عادي حتى تتعلم بعد يلا اسألني السؤال اليك اسألني كم مرة انطردت بالمدرسة؟ كم مرة انطردت؟ والله انطردت ليش اكذب عليكم انطردت بس يعني اسباب شنو السبب اي اسباب يعني. السبب يعني ثلاثه اعطينا سبب يعني. اول سبب مثلا هو وياي بالمدرسه طبعا كان كنا بالمدرسه هو. نفس الشيء نفس الرحله مثلا اذا اسولف وياه ننطرد اثنين هوايه والله هاي واذا مثلا اضحك ويصافون اتذكر في الموضوع يضحك اضحك اضحك وحدي اي هم يقول لي اطلع برا ثالث مثلا شو اسمه اجي متاخر او شيء هم انطرد قال له لو يقول لي ادخل وسجله غايبه ويقول لي روح اطلع اطلع برا انت مرت ثلاث اسباب هاي ثلاث اسباب نشوف انا سمعت انه صحيحات لو لا بقى. يلا خل السبايم اول خليه هيك احسن فتحتها على مود قبل تشرد مو؟ حتى اشرد قبل اجابته غلط والله قوي بس دني خلاص فضحنا هذا الجهاز هذا راح يدمرنا اي والله يلا الك 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 يسمونه يصير يطلع خليه ثاني سؤال اسالك اذا مثلا يوم من الايام شفتني اغرق قدامك بالشط يعني اوكي تنقذني لو ما تنقذني انا ما اعرف اسبح كذب عليك لو هاي بس هي الغيره راح تدفعني انت اخويا وصديقي وهذا الله شلون ما تشوف خلي نشوف اخويا لاني انا غرقان وانت طلع بي انا غرقان انت تنقذني لو ما تنقذني وانا ما اغرق بدالك وانت طلع بي تالي ما تالي وانا يعني اثنيناتنا نغرق اثنيناتنا نغرق يعني شوف رغم هو ما يعرف يسبح ما اعرف اسبح اي بس ينقذني بس شي انت تعرف اسبح خلي نشوف السباحه لهلا خلي نشوف صح لو غلط لا شوف ليش ما تنقذني ليش يعني غير ما اعرف اسبح وانا راح اجيب على قلبك يقول ما نقذك ما اعرف بس ما يخالف المهم نغرق فينا كذاب كذبت انت كذاب وكذاب الله يقدر يعني تعرفني اغرق لا راح شيء ثاني مو طلعك كذاب قال مو انا قلت لك راح انا ما اعرف اسبح راح ادل نفسي وراك على مود لو بس كذب يعني هذا الحكي كذب كله الفه من قلبك يلا اسأل انا راح انا افتح هاي حتى اشرد قبل لا ما يضل ينتل بيه ها خلي خلي يلا هسه السؤال العالي العاطفي اسأل اي شيء اسأل ما دام هم متابعين اي شيء اي اسأل من اللي تحبه اكثر؟ والدك لو والدتك؟ ابوك لو امك؟ اثنينهم نفس الشيء شنو اثنينهم نفس الشيء؟ حبهم اثنينهم لا متساوي اكو فت
يعني واحد يعتني بيك اكثر، واحد مداريك اكثر. لا لا نفس الشيء، اثنيناتهم نفس الشيء. اثنينهم احبهم. نفس الشيء. ايش نفس الشيء؟ لا تسوي طائفيه. هو انا سوي عنصريه. خلينا نشوف اجابه. لا لا اثنينهم ابوي وامي يتابعون المقطع. اثنين نفس الشيء. من اشد المتابعين. متاكد. خليه جاهز ما ادري وين انشلع. يا معود ولا شو كله كذا، ما حد يجاوب صح. ما حد يجاوب الصراحه. شوف لا لا شباب الان معتمدة قوية على الرابع. على الرابع اي على الرابع اقوى شيء. يلا خلي السؤال الثاني. اسئلة انت سألت اثنين وانا سألت اثنين. اي وكلها غلط طبعا. انا اكذب عليك وانت تكذب علي. وحدي تكذب هلا. اي واحنا هيك بالي نقاضيها. نظل ننتج. اي السؤال الثالث. هل يوم من الايام بقت من محل، يعني سرقت من محل؟ بق اي محل، اي محل، اي شيء يعني بحياتي لو هاي الفترة. اي بحياتك كلها. والله يا اخوي بحياتي هاي قبل كركوك عمري 6 سنوات 7 سنوات. اي زين. اي كان اكو واحد ابو حلويات اسمه جمعه محل حلويات. اي جيت اطب له دائما انه هاي اشتري منه. يوم من الايام ما عندي فلوس. ايه كنا احنا شنو تتذكر ناخذ نسلتين وعصير وهاي وربع دينار كلهن يصير. ايه زين. يوم من الايام رحت ما عندي فلوس. بقت لي نستله هاي ام الفين. حتى لا المهم بقت ربع. ايه؟ مو ربع. اي اثنين وربع ما ثلاثه وربع. ايه بقت اخذتها وردت اطلع عن المكيف. صاحني جاني برابني راجلي واخذ النستله مني. اه بالمحل. اي الله يذكره بالخير ما ادري وين هسه. زين يعني كشفني. اخذها منك؟ اخذها من عندي. هسه هو لو مطيني اياها شي ثاني شوي شوف ويا راجلي. بس يعني مديت ايدي. المهم مديت ايدي بس كنت صغير يعني بعدني مو عاقل يعني. ها اي وبعدها ماكو؟ وبعدها الحمد لله والشكر صارت توبتي و على الجمعة باقك نستل. جمعة باقك نستل ابريل الذمة. خلينا نشوف بعدها ماكو. ان شاء الله ماكو. لان السرقة شيء كبير. ماكو السرقة حرام. السرقة حرام. سيد جمعة ما ادري منو ذا التابع هذا باقك 100 مرة مو بس هاي المرة. كذاب كله كذب. يلا يا ابو تعبت نفسيتي تحطمت. هاي ايدي راح يقصوها اليوم. شوف الحمار. اي شوف ايش صار بيدي. يلا حتى ما تشذب. الله وكيلكم من ثلاثه كلش قوي. حتى ما تشذب بعد تبوك بسيد جمعه. شو اسمه؟ جمعه الله يذكره بالخير. جمعه كل ما تجي تروح له اقول له جمعه لو سبت. هسه السؤال الثالث لو الرابع ما اعرف اني والله ما هو السؤال. هسه هم طالع ويا بنيه؟ شنو طالع؟ يعني مثلا انت متواعد وياها؟ متواعد؟ اي على الفيس على موبايلات. يعني شلون نلتقي على الفيس؟ هسه انت مو على الفيس يعني متفقين مثلا بالعيد طالعين لمدينه الالعاب. مثلا رايح للزهراء البغداد او شيء. انا سامع شيء بعد ما ادري. ايه اكو شيء؟ لا لا ماكو شيء. ما عندي. لا 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 ما عندي. ما طالع؟ لا 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 خلي نشوف اجابته. لا لا متاكد. متاكد 100%. هسه اجابتك. لا متاكد استعنتني. وهي تشبكنا يا طالب. لا والله ماكو. هنجيب الجهاز هذا اليوم راح يتكسر علينا هذا الجهاز. انفضحنا يا ولد. يا اخي خربان الجهاز خربان ما طالع. شنو ما طالع؟ ما طالع. هسه هم نتني. صدق شنو؟ لا ما في. يلا الك. هسه احنا متعادلين. اجاباتنا كلها خاطئة. كلها غلط. مبروك. كلنا شدالين يعني. اللي يفوز من عندنا لازم ينعزم بأي مطعم. مثلا انا اذا انا افوز مصطفى لازم يعزمني. يعني الخسران يعزم الفايز على مطعم. الفايز موافق. بس على عشاء مو على غدا. موافق. اوكي. كم مرة شردت من المدرسة؟ أنت شردت لو لا؟ وايد شرد. ملايين المرات. وهي هسه هاي بالجامعة قاعد اشرد، هاي اليوم البارحة ما مداوم. اليوم بالجامعة ما مداوم. اي والله. زين كم مرة من المدرسة يعني شردت؟
شي تشرد باليوم 10 مرات بالاسبوع 20 مره. طبعا هو جاي بالمدرسه ف يعني لو باليوم 10 مرات باليوم 10 مرات هي الدروس كلها لو 6 دروس لو 7 6 دروس تغيرت فيهم اكو دروس يطردوني منها مثلا هي هاي هاي 6 مرات شلون اطلع للحانوت الحانوت مالتنا مثلا ما في هاي النساتر او موطا او شيء اطلع للحانوت هذا مال ابو عيدان مقابل المدرسه ايه ابو عيدان بالدرس مرتين ثلاثه اروح له اروح اشتري وارجع يعني ها يعني بالدرس مرتين تطلع اي هيك خلينا نشوف هاي يعني ما شاء هو اعترف اصلا يعني قال باليوم اطلع 15 يعني نشوف نشوف بس داين قلت او قال الصدق شوف اجابتي صحيحه شوف 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 يعني هذا دليل على الجهاز يشتغل 100% لان قال الصراحه قال اطلع 15 مره باليوم لا 10 مرات يمكن 10 ما قايل 10 مرات كم مرة متعارك بحياتك أو كم مرة بالأحرى كم مرة مقتول بحياتك؟ مقتول؟ إيه متعارك أكيد بالابتدائية دق عرق تنقل لي بالابتدائية أصابات مثلا بهذا وقتنا أنت على كبرك هذا لا 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 ما 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 أسوي مشاكل لا. يعني ما أنا إنسان مسالم ما أتعارك الله يسلمك أنا الله يسلمك عظيم ليه؟ لا 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 أنا إنسان مسالم بعيد عن المشاكل وهذه الامور يعني بالابتدائي اخر اي بالابتدائي اصابات صار متوسطه هم يمكن شويه قليل اعداديه شو لا لا شنو شويه شويه قلبت عمرك لا والله حتى اي بالاخر عركه بالمتوسطه بالمتوسطه اي صارت بوكسات صار. يعني بالاعداديه وهاي لا 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 صار بعد ما نسوي هاي الاشياء خلينا نشوف اجابتك انت تقول اخر عركه احتمال بالمتوسطه لا لا اكيد بالمتوسطه قتلت لو قتلت اضيع صارت بوكس يعني انكتلت لو كتلت انكتلت صراحتك تعجبني وحلوه خلينا نشوف اجابتك طبعا انكتل اذا واحد عملاق شاف واحد يتعرف في عملاق اوكي الله يجازيك اي اخر مره بعد فزت علي ها شو يعني يعني انا ما مقتول كتلت ها؟ مو انا قلت انكتلت؟ المهم اجابتك غلط هذا ما له علاقة اي انا كتبت العملاق اي يعني انت كنت موتت موت العملاق المهم منو فاز بالاختبار حبيبي؟ بعد سؤال الي والك شنو سؤال الي؟ اي هاي اربعه هي من خمسه ثلث الريش يعني خمس قضابات يعني يعني على الخمسه تتحكم اي اي جيد هلا هذا اخر سؤال راح اساله لمحمد بما انه انت بالجامعه اي حلو؟ هم بيوم من الايام يعني الجامعه مختلطه تعرفون صحيح. يعني رحت البنيه قلت لها انا احبك يعني اعترفت لها انت تحبها وهي طردتك يعني ضربت اكبوري صار هيك موقف الحمد لله لا والله كنت اسويها ايش قد بس ما صارت لانها خاف ليش تصير مشهور قدام العالم هنا جواتك امال هيك يعني ما مسوي خلينا نشوف قلت لك كنت اسويها وليه هسه اريد اسويها اكو وحده ببالي بس استحي يجوز اشوفك هسه قلها شوفني يمكن انا اعترف كذاب كذاب هي صارحت لي وحده مره بس مو شو صارحت وحده ايش قالت لك؟ ها؟ قالت طرد لا طلعت مخطوبه ها قالت لك مخطوبه يا خلاب لا كذا مو مخطوبه على مود تخليه يروح قالت له مخطوبه كذا هي مو مخطوبه هي ما تريدني يلا هسه اخر سؤال لك اخر مره يمتى ابوك ضربك ابوي لا ما يضربني يعني ابد ما ابد ابد ما يضربني والله ما يضربني والدتك لا هم بات ايه قبل ضربتني يعني قبل ايش قد قبل يمكن عمري فد 10 سنوات هيك 10 سنوات قبل كل شيء مهم مره يعني واحد. عمرك 10 سنوات واخر مره ضربت من والدتك ووالدك اي ده انا ما ضوجهم يعني ما ضوجهم لا ما ضوجهم يعني شو يقول مثلا يقول لي روح جيب لي فلان شيء اروح اجيبه يعني انت ولد بار الوالدين ان شاء الله الله يزيد ايمانك ان شاء الله لا والله نشوف اجابتك اخر مره انضربت بيها عمرك 10 سنوات اي وهم اقل يمكن من 10 سنوات يا رب عليك بلكي افوز بالعشر لا متاكد اهم شيء العشر متاكد لا ما ازعجهم والله شوف
الجهاز خربان والله خربان كذاب هذا كذاب والله العظيم خربان شوف شوف ليه خسر من التحدي يقول خربان لا والله خربان والله كذاب هذا كذاب والله خسر من التحدي وقام يقول الجهاز خربان اروح اصيح لك ابوي اقول لك نصيحه ابوك والله اعطيه نصيحه شوفنا بعد ما ادري هو يشوف بالتعليقات لا والله خل ابوي يعلق يكتب ضاربني ولا لا اي ابو مصطفى علق انت ضاربه لو لا قبل ايش قد اخر مره والله اثبت بالتعليق يصير اول واحد زين والله شوف بعد لا. ابوك اللي يحكم اي والله قلت لك ما ازعج اهلي يعني شي يقولون اقول لهم حاضر اوكي شباب هاي خلصنا الاسئله خمسه لي وخمسه لمحمد فاز بالتحدي محمد فاز ولازم عزمه على عشاء اليوم طبعا ان شاء الله ان شاء الله ها ونسيت اقول ترى الجهاز مو يعني مضبوط 100% لا هو يعني شلون اللعبه يعني عشوائي يعني انت وحظك لو يكهربك لو ما يكهربك حسب الرغبه مالته يعني احنا مو جابتنا كانت غلط او اي لا تاخذون جابات بصوره جديه يعني مو جديه يعني بس هو الجهاز يشتغل على يعني حسب رغبته المهم لو يعني لو لا شبعنا نتلات وطلعنا كذابين يعني هاي ايدي هسه حمرا ماني ايدي همو حمرا راح اموت اوكي شباب ان شاء الله عجبكم الفيديو استمتعتوا به اذا عجبكم خلي لايك واشتركوا بقناتي قناة محمد بالوصف بالوصف ان شاء الله ما سوى قناتي المهم شباب قناة محمد جديدة هسه راح نسوي له قناة حلو راح تلقوها بالوصف خنشوف ايش قد نوصله مشتركين وتم تنشر مقاطع بعد مو يلا ان شاء الله ان شاء الله تنال اعجابكم ان شاء الله ان شاء الله يعني محمد مقاطع تعجبكم ان شاء الله ان شاء الله وتعجبكم مقاطعه فاشتركوا بقناتي وقناة محمد هم بالوصف تعليق لايك وتعليق على قناتك لايك تعليق مع السلامه مع السلامه شباب